للفريق اللاعب حسين عمو واحد من الاطر الشابه. المغرب الفاسي جاءت الخميسه بالتشكيله الثانيه، ايت بولمان رقم 12 حارس عوضا لباقي الذي يلزم دوك الاحتياط. باقي اللاعبين 17 البقالي، ياسين 14، المدغري 13، المراني 3، عبوده 6، الدولي المالي سيدي بوبكار رقم 19، الخرازي فريق اولمبيك خريقه. ونحن في بدايه هذا البث المباشر لا باس بالتذكير باللقاءات، اللقاءات المسبقه، نتائج اللقاءات المسبقه عن الدوره العاشره للدوري المغربي لكره القدم. الجمعه الماضيه ليلا ملعب سنة الرتبه الثانيه مؤقتا الى جانب اولمبيك خريبكا والنادي القنيطري ب 16 اصابه. فازوا في 4 لقاءات، تعادلوا في 4 وانهزموا في مباراه عن طواعيه للعديد من المدربين في الدوري المغربي لكره القدم. قبل ذلك تبادل كروي جميله متلتت ولكن الكره في طريقها الحارس المحلي الحارس بادة. تشطيب بامتياز يعني لا مجال للتهاون. تمرير في اتجاه المالي الاخر دينبا عبد الله في الوسط. تبادل كروي مونيدريس، هناك كذلك الحارس العملاق الهزاز، هناك كذلك عبد الله. ولا نستغرب حينما نشاهد الفريق الان يؤمن بان اللاعب بوبكار واظنه لمس رجل اللاعب الفاسي في اتجاه زميله او مواطنه ديمبا. ديمبا محاصر من طرف سنغالي جاي والكره في طريق الزاويه. اذا كان امكن طرف توفيق مستبلين اعاده المشهد، اظن بوبكار توجه راسا ربما على مدرجات ملعب فتح، لان فريق فتح يلعب كره جميله، فريق شاب يمكن نقول كل مستقبل امامه، ولكن فريق بدون جمهور يعني قله قليله.